في وانا في المصري اليوم انا من عشاق فاتن حمام من صغري كلنا وعندي كده طول الوقت حب لهذه القامة الفنية الكبيرة جدا، وعايز اقول سر الاول مرة ومن صغري حب لهذه الانثى وهذه المرأة انا بحبها. سنة تقريبا يعني كانت فتاة احلام مجدي الجلاد طبعا ولا زالت الله يرحمه طبعا. وانا قلت لها ده انا هحكي لك على موقف ظريف جدا حصل بيني وبينها. فانا في المصري يوم تقريبا 2010 مثلا 2011 مش فاكر كلمتها، كانت هي منقطعة عن الصحافة والاعلام بقى لها 8 سنين ما عملتش لقاءات، فكلمتها قلت لها انا مجدي الجلاد وبحلم طول عمري من احلامي الصحفية ان انا اعمل معاكي حوار صحفي، وانا عارف انك واخده قرار انك ما تعمليش ده. فضحكت ضحكتها وبصوتها الجميل قالت لي طب ايه رأيك ان انا بحبك جدا ومتابعة تجاربك الصحفية ومتابعة كتاباتك ومقالاتك وانا حوافق علشان انت مجدي. طب دي شهادة يعني بالدنيا كلها كنت طاير. قلت لها يعني ممكن اجي اعمل معاكي حوار صحفي؟ قالت لي يوم كذا الساعة 12 الظهر. رحت انا والاستاذ حسام دياب المصور الصحفي الكبير جدا في العالم العربي كله، ورحت بالفيديو كمان وصور فيديو وعملت قصه يعني، وعملت معاه حوار. فاثناء الحوار قلت لها انا بحبك، قالت لي ما كل الناس بتحبني، وضحكت. قلت لها لا، لولا حضرتك متجوزه انا كنت طلبت اتجوز منك دلوقتي. فقالت لي اكيد كنت متجوز. كنت هتجوزها برضه، كنت هتعدد مع فاتن حمامه ومراتي عارفه هتعدد، كنت هتجوزها لو مش هتجوز على مراته وهي كبيره. مجدي الجلاد كان عاوز يتجوز على مراته فاتن حمامه فقط، المدام فاتن حمامه فقط، احنا جايين نهدي النفوس. فاتن حمامه وهي كبيره كده كمان. تمام. فقالت لي انت باد بوي، ان انا بقول لها ان انا عايز اتجوزك، وضحكت. عملت الحوار ونزل في المصري يوم وعمل ضجه كبيره جدا. أول مرة تتكلم من 8 سنين فاتن حمامة، وحتى صورتها فيديو ونزلت في إحدى القنوات الفضائية بإذن منها كام دقيقة كده لأول مرة تظهر برضو. اديته هدية للقناة يعني. فات كام سنة وأنا سبت المصري اليوم وأسست الوطن في 2012 وبقيت رئيسا لتحرير الوطن، والمصري اليوم بيتي وكل حاجة، وعلاقتي بالناس كويسة جدا، والأستاذ مفيد فوزي بيكتب في المصري اليوم. فأنا في الوطن أنا علاقتي بفاتن حمامة بقت قوية جدا، وهو علاقته بيها قديمة طبعا. فأنا في الوطن حصلت أحداث كتيرة جدا، فقلت أعمل انترفيو أو حوار تاني مع فاتن حمامة. كلمتها وقلت لها أنا عايز أجي لك ونعمل حوار جديد والكلام ده وكده. قالت لي ما أقدرش أرفض لك طلب، تعالى يا مجدي. فرحت لها البيت عملت حوار لأول مرة بقول الكلام ده. واحنا قاعدين بنعمل حوار كان يوم تلات انا فاكرها تقريبا تلات، فاحنا قاعدين نعمل حوار فقالت لي انت دايما حواراتك متميزة، بتطرح حاجات يعني انت طرحت قضايا غير اللي فاتت والكلام ده وكده. بقول لك ايه، قلت لها ايه، قالت لي قبل ما تنزل الحوار اقرا لي العناوين في التليفون عشان انا خايفة تعمل حاجة سبايسي والكلام ده. قلت لها حاضر ومشيت. وانا ماشي قالت لي انا بطلب منك ده علشان الاستاذ مفيد فوزي عمل معايا حوار من يومين للمصري اليوم، اوكي، وقلت له حتتين كده بفكر اكلمه وما يحطهمش في الحوار. الصحافه منافسه طبعا، مشروع انفراد. خرجت من عندها المغرب كده، رحت سهرت طول الليل على تفريغ الحوار. تاني يوم الصبح الساعة 11 الصبح كلمتها قلت لها يا فندم العناوين كذا كذا، عندك مشاكل؟ قالت لي لا. انت هتنشره امتى؟ قلت لها النهارده. انت عرفت خلاص؟ ما خلاص، ما في حاجة اسمها سابق يا جماعة. طبعا. قالت لي اوكي. نشرته تاني يوم وفوجئت بالعاصفة. ما انت حرقت عليه الحوار بتاعه. يس، وده مقبول في الصحافة على فكرة طبعا، يعني طبعا دي منافسة اعلاميا وصحفيا يعني انت في برنامجك لو عندك سب وانا هاخده في برنامجي بكرة هتاخديه النهاردة عادي خالص.
طبعا، ومع تحياتنا وتقديرنا واحترامنا للجميع. للشخص الاستاذ للجميع فوزي طبعا. فوجئت بان مصر كلها بتكلمني بما فيهم فاتن حمامه. حمله الله يرحمه كده يا مجدي. زعلت الاستاذ موفي، قلت لها ليه يا استاذه ليه انا عملت ايه؟ قالت لي انت لحقت تفرغه وتنزله امتى؟ لحقت تعمل كل ده كام في كام ساعه ازاي؟ قلت لها اتس ماي رايت، ده حقي ان انا انفرد في الحوار بالحوار. طبعا الحوار بتاع المصري يوم باظ، قعد فتره طويله بقى ما اتنشرش، واتنشر منه جزء صغير بعد كده. يعني هجوم الاستاذ مفيد في الفيديو ده كان غير اصدقاء بقى مشتركين قالوا الاستاذ مفيد بيقول لك انت بوصله وانت انا ما خنتش، انا ما كانش في اتفاق بيني وبينك، انا صحفتي.